نحن اليوم لفيف من الخريجين التربويين والإداريين، خرجنا هذا اليوم بعد استحصال الموافقات الأمنية للمطالبة بحقوقنا. اليوم نينوى بخلاف بقية المحافظات، نينوى الوحيدة اللي من 2019 سدت باب التعاقد مع المحاضرين، نينوى الوحيدة اللي ما طعت مجال حقيقي ولا طعت فرصة حقيقية للخريجين الكوادر التربوية عكس باقي المحافظات اللي ظلت لي 2020-2021. قبل فترة اجت لجنة لنينوى مكلفة من دولة رئيس الوزراء احصت اعداد الاحتياجات الحقيقية للكوادر التربوية والإدارية وطلعت 32,000. 32,000 هذه إذا دلت على شيء فتدل على النقص الحاد والشديد اللي موجود في المدارس وفي المديريات. بالتالي اليوم احنا مطالباتنا من قبل نطالب رئاسة الوزراء ونطالب مجلس النواب، نطالب ممثلين نينوى اللي حقيقة ما شفنا منهم غير الوعود، غير محافظات نشوف لهم أصوات قوية وأصوات واضحة وأصوات جهورية. بالتالي هذول كلهم أبنائكم، ضروري يكون لكم وقفة. لا يخفى عليكم الظلم الذي تعرض له الخريجين التربويين والإداريين في محافظة نينوى منذ بداية سنة 2019. تم إغلاق باب التقديم بصفة محاضر مجاني في محافظة نينوى أسوة ببقية المحافظات التي استمر التقديم إليها سنة 2021. هذا هو الظلم الكبير الذي تعرضت له محافظة نينوى. اليوم نطالب من الحكومة المركزية في بغداد، من مجلس الوزراء، من رئيس الوزراء بفتح باب التعاقد مع الخريجين التربويين والإداريين في محافظة نينوى أسوة ببقية المحافظات. نأمن بأن يكون هذا استجابة من قبل الجهات المعنية. أنا خريجة تربية إنجليزي دفعة 2012-2013. صار انه ما قدمته على المحاضرين بسبب انه الوالد خلينا نقول توفى ولا طقت اقدم مثلا باي مكان ثاني. احنا خلينا نقول اهالينا تعبوا علينا والشهاده ما جبناها بالساهل، فمن حقهم علينا انه نرد جزء من جمايلهم علينا، انه احنا اذا ما هسه نطيق نتعين نساعد الناس ونساعد نفسنا كوننا اصحاب مسؤوليات واصحاب عوائل. يعني الى متى هاي الدوامه راح تبقى انه كل سنه على الموازنه والسنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها وانقضت حياتنا؟ وصار لي انا مثلا 13 سنه قاعده انتظر، قدمت على كل الدوائر، قدمت على كل المكانات ولا اهلي ولا حكومي عايفيد. جمعنا نحن الخريجين الغير محاضرين لانصافنا وشملنا بالتعيين، نطالب الحكومة المحلية والمركزية بالإنصاف لمطالبنا كخريجين وخريجات لسنوات عديدة بدون تعيين أسوة ببقية المحافظات. إذا ما تعينت عقود، نحن اليوم طاقات شبابية ممكن إذا ما استغلت بالشكل الصحيح رح تستغل بطريقة سلبية. نتمنى من الحكومة أنه تنظر إلى معاناتنا وشمولنا بالعقود.